إذن قامت جمعية كافل اليتيم بولاية جلمة بتوزيع 1000 محفظة مدرسية على الأطفال اليتامى عشية دخول المدرسي في لفتة أدخلت الفرحة وسط العائلات والأطفال. هذه المبادرة التكافلية التي عكفت الجمعية على القيام بها مع كل دخول مدرسي تهدف إلى توزيع نحو 1500 محفظة مدرسية على الأيتام بفضل المحسنين من أهل البر والخير. التغطية لعصام بن منيح. ندخلوا نقراو وكيف جمعية اليتيم صدقوا علينا وعطاونا ساكودوات والمآزر والأدوات المدرسية وحنا غدوة ندخلوا نقراو بلاءنا وحنا فرحانين بزاف ودارين خير في الناس. داروا جمعية الله يبارك كبيرة عاونوا فيها الأولاد اليتامى كل عطاهم المحفظات عطاهم القش في العيد كبروا بهم قضيات من لوازم كاملين يعني كتر خير موقفين معاهم عاملين اللي ما يلبيك. شرعت اليوم جمعية كفل اليتيم في توزيع 1000 حقيبة مدرسية وتسعى إلى مزيد من وتسعى إلى المزيد إن شاء الله، هذا بمساهمة المحسنين ورجال الخير.